مشاهد عين على البرلمان في حلقة جديدة. بالفعل وافق مجلس الوزراء على قانوني الاستثمار، وأيضا بعده تم الموافقة على قانون الإفلاس، ومن ثم سيتم إرساله إلى مجلس الدولة ومن بعدها إلى مجلس النواب. قانون الإفلاس هو أحد القوانين المكملة لقانون الاستثمار، وكان من أبرز التعديلات اللي بالفعل تم إدخالها على قانون الإفلاس هو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة والحجز على الممتلكات. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن قانون الاستثمار وأيضا عن قانون الإفلاس، ويسعدني أن يكون بصحبتي اليوم السيد الدكتور عفة السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي وأيضا رجل الاقتصاد. بداية برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك ستي. أهلا وسهلا. أهلا بيك. يمكن في البداية بالفعل تطرقت إلى قانون الإفلاس، هو أحد القوانين المكملة لقانون الاستثمار، وحضرتك شفته إزاي واللي بالفعل تم إرساله إلى مجلس الدولة؟ يعني بالتأكيد إحنا بنتكلم على مناخ الاستثمار في مصر، وأنا أعتقد أن قانون الإفلاس من القوانين الهامة والمكملة لقانون الاستثمار. يمكن القانون زي ما حضرتك عارفة الأسبوع اللي فات وصل مجلس النواب، هتبدأ المناقشات خلال الفترة القادمة، وأتصور أنه هينتهي إن شاء الله في تلازما يعني مع الانتهاء من قانون الاستثمار بإذن الله. طبعا قانون الإفلاس احنا اما بنتكلم على مناخ الاستثمار بنتكلم على اي مستثمر في الدنيا او اي انسان اذا شعر باستقرار في السياسات وشعر باستقرار في الأسواق الناشئة اللي هو بيبحث عن فرص حقيقية فيها، اتصور لما بيجد ان في حالة التعثر او في حالة فشل المشروع انه يستطيع انه يصفي اعماله او يستطيع انه يعني يخرج كما يعني بدا هذا الاستثمار. لما بتبقى الامور دي ميسره ولما بتبقى الامور دي واضحه والتعامل فيها يعني مع جهه واحده، اعتقد ان ده بيخلي الانسان مطمئن انه زي ما احنا بنبحث عن النجاح، وطبعا هو الاساس في الاستثمار النجاح ان شاء الله، ولكن في حاله التعثر ما يبقاش فيه مشاكل، ما يبقاش فيه اجراءات قانونيه تؤدي الى مشاكل ما بعد التعثر يعني. ولكن يا دكتور، هل القانون الجديد راعى موضوع الوقت؟ احنا بالفعل يعني المستثمر بيعاني من ان الاجراءات فيما يخص موضوع الافلاس او انهاء عملية الافلاس بتاخد فيما يقرب من 4 سنوات. الحقيقة ان يعني في الوضع الحالي هو مش قانون قد ما هي اجراءات لاعلان الافلاس، واجراءات اعلان الافلاس كانت لها يعني إجراءات بيروقراطية شديدة تجعل من أي إنسان يعني أنه لا يقدم إطلاقا على مسألة الإفلاس، لأنها طبعا بتسبب له من المتاعب، لأنه بيتعامل مع جهات كثيرة متعددة ترهقه، وبعدين الوقت كمان بيبقى قاتل في مسألة التصفية. يعني أتصور أن القانون الجديد تلافى هذا الكلام، لأن التعامل الآن مع جهة وحيدة في مسألة التصفية، وبالتالي بعدنا عن مشاكل الوقت وبعدنا عن مشاكل تعدد الجهات اللي حضرتك بتتعاملي معها في حالة لا قدر الله التعثر يعني.